بداية رح نروح لتينا رزق الله، مسؤولة مكتب الشكاوى بمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، كونه اليوم الخميس وأول إطلالة لها بالعام 2020. تينا رح تطلعنا أكيد على أخبار حلوة طالما في كمية أمطار، يعني في تغذية أكثر بالمياه. أول شيء كل سنة وأنت سالمة تينا. ينعاد عليك. بونجور، ينعاد عليكم. ميرسي. إن شاء الله تكون سنة حلوة، سنة خير مثل ما بلشت بالشتاء إن شاء الله. وبالمي وبالخير. إن شاء الله، وعايدين لنا كل فريق العامل بمكتب الشكاوى مياه بيروت وجبل لبنان، وأكيد تحياتنا للمدير العام المهندس جبران، بدنا نقول له يعطيه ألف عافية. مهندس جان جبران يعني. تفضلي تينا. بدي بليز تسمحوا لي اليوم اول شيء وجه معايده لجميع اللبنانيين. نعم. وبدي اقول لهم رساله صغيره انه الحياه هي مي ومي هي الحياه. نعم. يعني هيدي شغله كثير ضروريه بحياتنا، ما فينا نستبدلها بولا شيء. والاداره عنا وبشخص مدير العام مصممين انه يكون احلى خدمه للمواطن بجميع الطرق، يعني ان كان خدمه بالمراكز او خدمه على الطرقات او تامين كميه اكبر من المي وتامين نوعيه من المي افضل بالمطارح اللي فيها ملوحه ملوحات يعني بالمي. المؤسسه حتى تقوم بواجباتها وتكون عقد هالمسؤوليه تجاه المواطن، كمان مفروض على المواطن يقوم بواجباته تجاه المؤسسة ويسدد الفواتير يلي متوجبة عليه. المؤسسة حاسة كتير منيح بالوضع الاقتصادي اللي كتير صعب اللي عم يمرق فيها المواطن، مشان هيك عملت كتير تسهيلات، يعني تسهيل بالدفع هلأ لل 2020 رح تتقسم الفاتورة لأربع أقسام. نعم. كل ثلاث شهور تقريبا 80,000، حتى اللي عليه مستحقات قديمة عملت تقسيط مريح. حتى بكثير مثلا مثل تغيير الاسم رح يصير 5,000. الطلبات اللي رح تتم وضعها لطلبات جديدة رح تكون بمستندات أقل، حتى تكون عم بتساعد المواطن وتشعر معه انه ما كثير يروح ويجي ويأمن مستندات، يعني لا. كل الطرق لحتى تحس مع المواطن وتكون عم بتقوم بخدمة جيدة وأحلى من السنين الماضية رح تكون إن الله راد ابتداء من هالسنة. وهون بحب ألفت نظر إنه المؤسسة كانت وعدت إنه مع زيادة 50,000 رح يصير في خدمات أحلى ورح تأمن مصادر مي أكثر، وبالفعل هيدا اللي قامت فيه. هلأ رح يصير في أبار جديدة لساحل كسروان وساحل جبال. حلو. رح يصير في محطات تحلية للمي المالحة ببيروت، يعني هيدي إنجازات للمؤسسة. أنا فعلا بفتخر أنه مديرنا عم بيقوم بوعد المواطن وعم بيلتزم، مشان هيك لما أنا بحكي باسم الإدارة تكون على ثقة انه نحن قد كلمتنا، مشان هيك بتمنى على المواطنين كمان هن تنستمر يكونوا كمان واقفين حدنا وعم بيقوموا بواجباتهم مثل ما نحن رح نقوم بواجباتنا. للأسف يعني اعلنوا انه من عشية العودة للعصيان المدني وللامتناع عن دفع الفواتير والمشاركة بدفع الضرائب للدولة. ان شاء الله هيدا الامر ما يتم، ومن يمكن من منبر الاو تي في بندعي كل المواطنين الى الالتزام، يمكن لانه الوطن مش هيك بينبنى. الالتزام طبعا بدفع الفواتير والحقوق والواجبات لكل مواطن بكل دوله. خليني اقول شغله بليز، لما بدهم ما يدفعوا فواتير المي بالنتيجه ما فيهم يعيشوا بلا مي. نعم. اذا ما دفعوا الفواتير ما فيهم ياخذوا مي، ما في بديل عن المي. وبما انه المؤسسه مش مثل ما بيقولوا مثلا مؤسسه الدوله انه بدنا نقوم ضدها، نحن مع المواطن بتامين المي. نعم. بغض النظر مين هو المواطن وشو مطالبه، بالنتيجه نحن عم نقوم بخدمتهم وما فيهم يستغنوا عن المي، مشان هيك نحن بنستمر بحاجه انه هن كمان يضلوا يستمروا يدفعوا فواتيرهم. وميرسي لكم، ووضع المي كثير منيح واكيد المواطنين كلهم حسوا هالويك اند. اكيد. شكرا لهيك، ما عندنا ولا شكوى ولا من اي منطقه كمان. شكرا لك تينا، شكرا لكل العاملين بمكتب شكاوى المياه ببيروت وجبل لبنان.